احنا المشروع استخدمنا لاول مره، اول مره المشروع استخدمنا اللي هي خلطه السوبر بيف. هذه خلطه اسفلت جديده بالكويت تم استخدامها. بالنسبه حق الماده الزرقاء اللي اتكلم عنها، اللي عباره عن ماده عزل، لكن هي مو متعارف عليها في المشاريع الصغيره، المشاريع البيوت والامور هذه، لا بالمشاريع الكبيره هذه متواجده باستمرار. خلطه السوبر بيف تمتاز انها اخذت بعين الاعتبار اللي هو درجه حراره الجو الموجوده بالكويت، اللي هو على درجه حراره واقل درجه حراره، بالاضافه الى ان الخلطه يدخل فيها عامل البوليمر، وهي مثل ماده مساعده لتحسين خواص البيتومين الموجوده. فاي عيوب كانت في البيتومين السابق، ماده البوليمر هذه مثل ما تقول تساعد على تحسينها، فيصير كفاءتها اعلى في حين الاستخدام. استفادتي من المشروع كمهندسه ان انا شفت اللي درسته على ارض الواقع، وتعلمت من خبره المهندس الاستشاري والمقاول، وشفت كل شيء بصوره عمليه. اذا ان شاء الله نقول بهذا المشروع يعني ستنتهي مشكله كبيره عانينا منها كمواطنين في الطرق وانسيابيه الطرق. حل مشكله كبيره خاصه عند تقاطع الاندلس والعرضيه والفردوس. وطبعا هو كانت المشكله الرئيسيه اللي هي التقاطع اللي كنا نسميه احنا طبعا تقاطع صاله الهيفي، اللي هو تقاطع شارع عوض الشنفه مع الدائري الخامس. بس ان شاء الله بعد انتهاء المشروع ما راح يكون في عندك التقاطع هذا، راح يشكل خدمه بس لمناطق الاندلس والعرضيه. اما بالنسبه حق المناطق او اللي مكمل ما يبي التقاطع هذا، راح يكون الدائري الخامس موجود، الجسر موجود، وراح يخدمه ان شاء الله في صعدتين على الجسر وفي نزلتين من الجهه الثانيه. يعني ممكن انت اذا انت جاي مثلا من السالميه تبي تنزل على القيروان، ما له داعي توقف على الاشارات، فممكن تنزل النزله اللي وراها من الجسر وتدخل منطقه، او انت طالع مثلا من الفردوس ما له داعي توقف على التقاطعات فتصعد الجسر.